وبأول فقراتنا بصباحنا غير لليوم حروح لمساحتنا القانونية ونحكي فيها عن التعديلات اللي طرأت على قانون الأحوال الشخصية وشملت الزواج والطلاق والحضانة. للحديث أكثر عن هي القوانين والتعديلات حيكون ضيفنا لليوم الأستاذ المحامي هيثم ديب. صباح الخير أستاذ. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم أستاذ. عم نحكي عن قانون الأحوال الشخصية السوري، هو من القوانين الحيوية والمهمة. نعم. يلي يمكن أهميتها بتنتج نتيجة الأمور يلي بتنظمها. خلينا نحكي بداية من وين بتجي الأهمية أنه نحن لنطور هذا القانون؟ لا، قانون الأحوال الشخصية السوري يمس الخلية الأساسية بالمجتمع اللي هي أساس الأسرة، الفرد والأسرة. الفرد والأسرة، وبالتالي يعني تطوير قانون الأحوال الشخصية يفترض أن يواكب المتغيرات بالمجتمع، وسيما بالمتغيرات المرتبطة بالأسرة السورية. هلا خلال السنوات العشر الأخيرة والحرب على المجتمع السوري حدثت حالات تفكك وتصدع نتيجة الحرب على المجتمع السوري بالأسرة، وبالتالي يجب أن يتصدى قانون الأحوال الشخصية إلى معالجة هذا التصدع الذي طرأ على الأسرة السورية نتيجة فقدان أحد بنيانها عبر الشهداء اللي فقدته الأسرة السورية. نعم. وشفنا مثل ما ذكرت حضرتك أستاذ خلال الأزمة صار في عنا أشكالات كتير بعد بموضوع الشهداء خاصة بالأهل وبال... لهيك اليوم كتير مهم القانون يكون أكثر ليونة ويتغير بتغير الواقع اللي نحن عم نعيشه. خلينا نروح هيك شوي لبعض التغييرات اللي طرأت على القوانين ولو هيك بتسميات. يعني بالقانون الأحوال الشخصية تمام. السوري هلا طرأت تعديلات فيما يتعلق بسن الحضانة، وصار سن الحضانة للفتى وللفتاة، وطرأت تعديلات تتعلق بأهلية الزواج وبالأهلية الشرعية للزواج، وطرأت كمان تعديلات تتعلق بحق القاضي بتوجيه كتاب إلى ولي الأمر الزوجي لإبداء الرأي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلامه بذلك، لأن لا يمنع الموافقة على زواج الفتاة. طيب أستاذ، من خلال مجال عملك كيف انعكست هاي التغييرات على الواقع ضمن المحاكم؟ طبعاً كانت إيجابية، لاقت قبول وسيما لجهة المساحة الأوسع للفتاة فيما يتعلق بتزويجها لنفسها. هذه نقطة أولى. وفي يتعلق بسن الحضانة اللي هو صار 15 سنة موحدة للفتاة وللفتى، وفيما يتعلق بمسائل المرتبطة بالنفقة ومتغيرات العصر التي اعتمدت أن تكون النفقة مواكبة للأسعار الرائجة في البلد، الوضع الاقتصادي. نعم. بشكل عام. نعم. خلينا نركز معك أستاذ نقطة نقطة. يعني إذا نفتح هيك ملفات مثلا الزواج لحاله في بحر من القوانين. نعم. تندرج تحت هذا العنوان كمان. يعني نتيجة الحرب والأزمة صارت مشكلات كثيرة بما يخص موضوع الزواج. خلينا نحكي عن التعديلات اليوم اللي صارت، وبرأيك أنه هي كانت موفقة، أو إذا برأيك في تعديلات كمان ممكن يعني ضروري انه نحن نسويها. يعني اكيد انتم بممارسه العمليه بيطلع يمكن احيانا بعض الثغرات، او مثلا انه بنقول لو كان القانون هيك يمكن كان بينصف اكثر او بيحفظ الحقوق اكثر. شو هي النقاط ممكن نحكي عنها بما يخص موضوع الزواج؟ هلا الزواج هو بالاصل هو عقد بين رجل وامراه تحل له شرعا، غايته انشاء اسره والنسل، وهذا العقد هو يفترض أن يبنى على إجابة وقبول من طرف وموافقة الطرف الآخر. الحالي اللي يفترض نحن دائما نتأكد منها هي حالة الإرادي
الصحيحة للفتاة الدرجة الأولى، فهي صاحبة القول الفصل فيما يتعلق بعقد الزواج. هلا بالتعديل الأخير أعطاها مساحة واسعة من الحرية للوصول إلى قرار سليم متخذ بإرادته. طيب أستاذ، نحن كنا نعرف أنه أي عقد زواج ضمن المحكمة مفروض يكون الوالد الأب حاضر مع الفتاة، اليوم هذا التعديل سمح لأنه هي تكون لحالة بالمحكمة وبأي عمر؟ لا، حضرتك ذكرت أنه بيصير بلاغ للأب. هلا في بلاغ قبل السيد القاضي الشرعي، هلا السن 18 هو السن المؤهل شرعا لتنظيم عقد الزواج، ويفترض ولي امر الزوجي يوافق. ولي الامر، الولي هو الاب والجد العصبي، واذا كان حسب درجات النسب المفترضه وفق التوريث الشرعي. تمام. الفتاه هي فيها تزوج نفسها فوق 18 ولا لازم دائما يكون في وكيل؟ اي وكيل بيجوز لها؟ توكيل محامي او توكيل موكل خاص بزواجها، لكن لابد من وجود ولي. نعم. طيب كمان بدي اسال حضرتك عن موضوع كثير مهم، دخل القانون اليوم بموضوع لما يصير حالة طلاق بيكون في مقدم ومؤخر، وكان مسجل يعني بمبلغ كتير قديم وهلأ صار يعتبر مبلغ زهيد، دخل القانون يمكن أنه يرفع شوي هذا الرقم. كمان في حالة كمان بدي أسألك عنها إذا هي صحيحة ولا لا، أو كيف تدخل. كمان في حالة تانية هي المهور، يعني نعم. المهر اليوم أحياناً بنقرأ عن مهر ضخم جداً اليوم يكتب، وهذا الشيء يمكن للشباب عم يكون عليه الشباب خاصة نعم في الظروف الحالية عم يطلع يحطوا ستاندر أنه مثلاً صايرين اللي عم يطلبوا يا ليرات ذهب، أو مثلاً هي عملة الأجنبية بما يقابلها بالليرة السورية. هي الظواهر اليوم برأيك قديش موجودة وممكن القانون يقدر يحدها أو بحاجة نحن لنحدها؟ هلا المهر يقسم إلى معجل ومؤجل، ويسمى المهر بعقد الزواج. المبالغة في تسمية المهر وسيما المؤجل هو سلاح ذو حدين حقيقة. المبالغة فيه أحياناً عم يعطي شعور وهمي بالحماية للزوجي، وبالتالي تكون نتائج سلبية. أكيد، وشفنا هاي القصص بقلب المحاكم، يعني شفناها على أرض الواقع. نعم. فبالتالي أنا من وجهة نظري يجب أن تكون المهور متوافقة مع الحالي. نحن نسمي فيه مهر المثل، يعني امثال الزوجي وامثال الزوج. وهذا عفوا بنلاقيه موجود اكثر بالارياف، بيقولوا بتحس عرف المهر يعني مقدم المؤخر انه مثل الصبايا اللي عم بيكونوا. هناك بعض الاسباب مثل ما تفضلتي انه بالارياف لاسباب او لاخرى بيجيب حدا بيفترض انه في حال رفع المهر قبل قبول الزوجي، وبغض النظر عن النظر إلى مستقبل تكوين الأسرة والأسرة واستقرارها، وهذا الرفع بيكون مثل ما حكينا سلاح ذو حدين قد يستغل في غير مكانه. طيب أستاذ، في حال الطلاق، حالات الطلاق والمخالعة، عم نشوف اليوم الزوجة إذا كان مهرة مليارات خلينا نقول عم تتنازل على كل شيء بس بدها تخلص، يعني مثل ما ذكرت حضرتك. نعم. إنه هي عن جد وهمية، وساعة نحن بنقول بالمثل العادي إنه ساعة الجد تتنازل على كل شيء يعني. فاليوم القانون صدر شيء عنه إنه اليوم ما بصير تتنازل عن كل حقوقها، يعني نحن بنعرف إنه وقت الزوجة هي بتقدم الدعوة فبتروح فورا للتنازل مشان يقبل يوقع على طلب الطلاق وهي القصص، صار شيء بهي القصة؟ حتى الآن فيما يتعلق بالمخالعة الرضائية، بنسميها مخالعة رضائية بعوض، وهذا عوض بيكون عوض بسيط وهي مقابل مالي بسيط، حتى مثل ما حكيتي حتى تنهي عقد الزواج. صحيح. لكن الحقيقة حتى الآن موضوع المخالعة الرضائية اللي مطروق بقانون الأحوال الشخصية بيسمح للزوجي إن هي من بإرادة منفردي أو بالاتفاق أنه
توصل الى حاله انهاء عقد الزواج مع زوجها. فبتعوف كل شيء، فبنرجع للنقطه الاولى، ان كان ليره وان كان مليار، فالنتيجه ساعه الجد يعني، والبنت انه ما بقى في طاقه انها تتحمل العيشه، بتترك كل شيء، بتعيف كل شيء وبتمشي. فاليوم كثير نحن المفروض انه هيك نتاقلم شوي مع الظروف الاقتصاديه ونراعي وضع الشباب بهي القصه يعني. تمام، خلينا كمان نحكي هيك كونه عم نحكي بموضوع التعديلات. اذا بنقول دائما نحن بنلامس من الناس اكثر القوانين اللي بحاجه هي تعديلات المرتبطه بالنفقات او الماده، يمكن نتيجه الظروف المعيشيه اللي عم نعيشها واللي اثرت نتيجه الحرب. نفقه اليوم الاطفال هل يعني شمل التعديل ضمن القانون الاخير؟ هلا النفقه هي بالاصل يجب ان تغطي الماكل والملبس والتطبيب والدراسي وما إلى ذلك. هي بنسميها النفقة، إن كانت نفقة الزوجية أو نفقة الأولاد. والحقيقة يعني في ظل هالظروف أيا كانت هذه النفقة لا تغطي بالشكل المناسب النفقة الحقيقية اللي صارت. كلياتنا بنعرف الوضع العام أكيد. الاقتصادي الذي يعيشه البلد. هلا يفترض سيد القاضي هو بيحدد نفقة الزوجي ونفقة العدي ونفقة الأولاد بناء على المعطيات العامة بالوضع الاقتصادي بالبلد، لكن تغطي في الحقيقة لا تغطي. طيب هون شو الحل أستاذ؟ يعني وقت بيصير انفصال بين الزوجين دائما الطفل هو الضحية الأولى بالقصة، أحيانا عذرا للكلمة الأنانية بين الزوجين ما بيفكروا بمصير هذا الطفل بالنفسي والمادي والمعنوي والاجتماعي، فحتى التقصير المادي ممكن يأثر عليه. اليوم شو ممكن يصير؟ يعني شو التعديلات ممكن تطرأ؟ يعني نحن دائما بنراعي الوضع الاقتصادي للأب، في شي حلول هيك كونك أنت ضمن المجال؟ هلا نحن في عندنا نفقه كأحيان يحكم بها القاضي اسمها نفقه يسار او اعسار. نفقه اليسار اذا كان الوضع الاقتصادي للزوج رجل اعمال، تاجر، طبيب، محامي، حسب الحال هناك نفقه تحكم المحكمه بنفقه يسار تتناسب مع دخل الزوج لتغطي نفقات الاولاد. اما في حال الاعسار فهون يعني الحقيقه ما في حالي، لانه عمليا اذا كان هناك دخل للزوج محدد وبده ينفق من هذا الدخل على اسرته وزوجته وعلى نفسه، يوزع هذا الدخل على الزوج والزوجه والاولاد، وبالتالي لا يغطي الحال. معك حق. نعم، كان موضوع الحضانة إنه بعد زواج الزوجة الطفل بيرجع للتيتا اللي هي أم الأم، ترى نعم. شو تعديل على هي القصة؟ صار تعديله كتير، تعديل أخذ صدى. كان الحضانة، حق الحضانة هو بالأصل حق للأولاد وليس للأم أو الزوجة. حق للأولاد، تقوم الأم أو الزوجة بحماية وتربية وتنشئة هذه الأولاد، وينتقل هذا الحق كان سابقا إلى أم الأم. تمام. ومن ثم إلى أم الأب، أم الأب والجدي وإلى ذلك. تمام. انتقل الأب، ما كان له حق الحضانة، فتساوى الرجل والمرأة في حمل مسؤولية حق الحضانة بالتعديل الأخير. يعني الحديث طول عن موضوع تعديلات الأحوال الشخصية وأهمية التعديلات يلي لازم تصير أيضا يمكن بالفترة القادمة. نشكرك كثير لوجودك معنا المحامي هيثم ديب ولكل المعلومات اللي قدمتنا إياها. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم على استضافتكم. شكرا، نشوفكم بخير، صباحك حلو يا هلا. تحياتي لكم.